قدمت معه آخر أخبارك؟ وقدمت معه بعد إيش آخر أخبارك. قصة هذا العمل؟ والله بعد نجاح بادل قلبي أي فنان يتعامل مع شاعر ويلاقي العمل نجاح يحب أنه يصير فيه تكرار، لأنه كونوا قاعدة جماهيرية غير جماهيرية الفنان، صار فيه جماهيرية شاعر. فخالد عملت أنا وياه ثنائي يعني من فضل الله يعني لاقى نجاح، ما أقول لك عاد منقطع النظير، لكن لاقى نجاح. نسمع آخر أخبارك وبعدين نجي على اللي بعدها. يقول من حقي أسأل عن أول وآخر أخبارك، ومن حقك أنك تنشدني عن أخباري، ما يتعب اللي يودك طول مشوارك، يبدأك قلب ملك الطيب لك ساري. والله ما أحفظ، لكن منها يقول ما هو تطفل ولكن كبر مقدارك، خلاني أسألك يا أول وآخر أخبارك. الله.